حديث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام بين لنا أن رجلا قتل 99 نفسا، ذهب إلى عابد قال له ليس لك توبة، أتم به 100. لما ذهب إلى عالم دله على أن يغير مكانه ويلحق بصحبة صالحة، فهو في الطريق يريد أن يتوب، يسعى لأن يتوب، مات في وسط الطريق، غفر الله له. جاءت ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب يتخاصمون، قاسوا ما بين الأرضين وجدوه أنه في الوسط. أوحى الله تعالى إلى أرض الرحمة أن تقاربي، وإلى أرض العذاب أن تباعدي، أو أرض السوء أن تباعدي، فكان أقرب إلى أرض الرحمة، أخذته ملائكة الرحمة. العبرة بالخاتمة. هو قتل 100 نفس نعم، لكن انقلب عمله إلى صالح في النهاية. وهنا أيضا على قدر هذا المعنى الذي يجب أن يكون حاضرا في القلب، كل واحد منا يجب أن يراجع نفسه. أنا قد أكون من الصالحين، قد أكون أظن نفسي يعني من الذين يعملون الصالحات ويجتهدون، صلاة عبادة نوافل قرآن ذكر تصدق غير ذلك، لكن هل يا ترى سيختم لي على هذا الحال؟ قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى المؤمن يخاف المعاصي، المؤمن بطبيعته يخاف ماذا؟ المعاصي. قالوا والعلماء يخافون الرياء، لأن الذي يدمر المؤمن معصيته، أما العالم لن يعصي مثل العوام، لكن ماذا مشكلته؟ سيقع في طامة أكبر وهي الرياء، إذا ما وقع في الرياء كان عمله كله باطلا. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم.